مساء الخير. صرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اللي عم تتابعها خلال شهر رمضان المبارك بمسلسل طريقي انه قرار العودة الى عالم دراما مرة اخرى استغرق فترة طويلة من التفكير، وعاشت مع نفسها صراعات طويلة استمرت لمدة 8 اشهر لانه كانت عم تفكر بجميع الاحتمالات اللي يمكن تواجهها بمجال التمثيل. من ناحية اخرى بتتمنى شيرين عبد الوهاب تقدم ديو غنائي مع نجم عرب ايدل محمد عساف، لأنها بتعتبره من أهم الأصوات الشبابية بالعالم العربي بالوقت الحالي. وبما يخص مشاركتها ببرنامج The Voice، أعلنت شيرين أنه ما وقعت على العقد بعد، وبالتالي ما بتعرف إذا رح تشارك بالموسم الجديد من البرنامج، لأنه توقيع على العقد بتوقف على موعد عرض البرنامج. وكان في هناك مشروع أغنية مع النجمة نوال الزغبي، بس شيرين ما بتعرف مصيرها لهلأ، إضافة إلى أنه عم يتم التحضير لأغنية مع الفنان المغربي سعد المجرد رح تكون مفاجأة للجمهور. تكريماً لعطاءاتها الكتيرة وتخليداً لذكراها، أشرقت شمس الشموس الأسطورة الكبيرة صباح وسط محبيها ورواد شارع الحمراء بعد ما أزاحت جمعية أحلى فوضى الستارة عن جدارية للصبوحة. ونفذ الرسم الضخم الفنان يزن حلواني على جدار مبنى مكهى الهورشو سابقاً وكوستا حالياً. حضر حفل الافتتاح وجوه فنية وسياسية عديدة، من بينهم بنت أخت الشحرورة المخرج كلودا عائل، رئيس بلدية بيروت ومختار راس بيروت. كاميرا هالة ماجازين كانت حاضرة أثناء حفل إزاحة الستارة عن الجدارية وعادت بهيدي اللقطات. غلطان بالنمرة، غلطان بالنمرة، أنا مش بيضة ولا صمرة، أنا حنطي وعندي أولاد وعندي جوزي بيسوى بلاد وبيت بشارع الحمرة. وأعجب الجميع بالرسم اللي بيجسد الفنانة الراحلة بضحكتها الساحرة وشعرها المربوط والزخرف في حولها على الجدار على أنغام أغنيتها الشهيرة على لبنان لأونا. عبرت الفنانة أصالة نصري عن إعجابها الشديد بأداء النجمة هيفا وبمسلسلها الرمضاني مريم من خلال مجموعة تغريدات كتبتها على حسابها الشخصي بموقع تويتر. من جملة ما قالته، أول مرة بتخليني هيفا تابعها بجدية وعمقة بتقمص الشخصية وبرافو عليها. من جهة أخرى، أطلعت مؤخرا الفنانة أصالة نصري أغنية ضو عيوني اللي أهدتها لكل أطفال العالم، وهيدي الغنية أتت ثمرة تعاون مشترك بين أصالة والشاعرة سهام الشعشاع والملحن نقولة سعادة نخلة والموزع جون ماري رياشي. لتكون النتيجة عمل فني متكامل زينته أصالة بصوتها وزادت على جماليته بأداء الرائع. كشفت الفنانة شمس عن تخليها للجنسية الخليجية حتى لا تحسب آراءها على أي دولة، مشيرة إلى أنها حصلت على جنسيات أوروبية كالفرنسية والبريطانية، وقالت أنها كانت بتحمل الجنسية الكويتية بالإضافة لجنسيتها السعودية الأصلية، إلى أن حريتها دفعتها للتخلي عن جنسيتها الخليجية حتى لا تحسب آراءها على أي دولة. بخصوص آراءها الجريئة اللي كانت تغضب البعض منها، قالت شمس أنها ما بتهتم بأنه تكسب أو تخسر أي حدا من خلال عرضها لآراءها، مضيفة أنا أعبر عن رأيي ولا يهمني أي أحد. وبخصوص تفاعلها مع القضايا بشتى المجالات، قالت شمس إن كونها فنانة فهيدا ما بيعني إنها تكون جاهلة وغير مطلعة على كل الأمور اللي بتدور من حولها، وأكدت إنها بتقرأ بنهم بشتى المجالات وأكثر ما يشدها هي العلوم الإنسانية. تعاقد مؤخرا الفنان اللبناني والجسار على الغناء في بورتو كايرو مول بالقاهرة مقابل مبلغ 100,000 جنيه مصري يوم 11 يوليو تموز المقبل. من جهة أخرى، بيستعد وائل لتسجيل أغنية تعيشها ديو مع الفنانة المصرية أمال ماهر اللي سافرت إلى لبنان لمقابلة وائل والتداول بكل التفاصيل، وسيطرح الديو ضمن حلقات الموسم الجديد من برنامج كوك ستوديو اللي من المقرر أنه يبدأ نهاية شهر رمضان الكريم. العمل من كلمات هاني سارو ألحان مدين وتم التسجيل باستديو أم ساوند وان تحت إشراف مهندس الصوت هاني محروس. قالت الفنانة الأديرة نادية لطفي اللي تم تكريمها مؤخراً بمهرجان ميراكس دور إنها كانت سعيدة جداً بهذا التكريم، خصوصاً إنه هيدي الجائزة أثبتت لها إنه بعدها بتملك رصيد كبير بقلوب كل محبينا. وتابعت إنها بتدين بالفضل لكل شخص لبناني سبق ودعمها فنياً، لا سيما إنه الشعب اللبناني سندها ووقف إلى جانبها كتير بأولى خطواتها الفنية. وكانت أثناء زياراتها المتعددة إلى لبنان بتلاقي تشجيع كبير منهم، وكانت تتمنى الذهاب بنفسها للحصول على الجائزة لكن ظروفها الصحية منعتها، فوصلت لعندها الجائزة حتى باب المنزل، وهيدا إن دل على شيء إنما بدل على مدى احترام القائمين على هيدا المهرجان إلى وحرصهم على تكريمها حتى في حال عدم تمكنها من الحضور. من ناحية أخرى، أعلنت نادية لطفي إنها عم تحضر لكتاب بيرصد السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد مظهر، فمظهر بالنسبة لها كان مصدر معلومات فنية مهمة كتير استفادت منها بالإضافة لنصائحه لها بالحياة العملية والاجتماعية.
ترشح المطرب المصري هالفنان الكبير هاني الشاكر لانتخابات نقابة الموسيقيين بمصر للفوز بمقعد نقيب الموسيقيين اللي توليه بالفترة الأخيرة الفنان مصطفى كامل. بينافس هاني الشاكر كل من منير الوسيمي ومصطفى كامل على المقعد، علما بأن منير الوسيمي وكامل فازا تباعا بالمنصب منذ سنوات. ولقى خبر ترشح الفنان هاني الشاكر قبول بين صفوف محبينه اللي اعتبروها خطوة أخرت كتير بظل الأوضاع المتدهورة اللي عم تعاني منها النقابة، وتم تدشين هاشتاج هاني الشاكر نقيبا للموسيقيين. أخيرا تحولت قصص الحب اللي بتعيشها الفنانة ورد الخال بأعمالها درامية إلى حقيقة عم بتعيشها على أرض الواقع، واللي على ما يبدو إنها جدية هالمرة ورح تقودها للقفص الذهبي. ويدعى شريكة باسم رزق وهو موزع موسيقى وعازف عود معروف رافق الخال قبل فترة لتسلم جايزتها التكريمية من حفل البياف. يذكر إنه ورد سبق ونشرت مجموعة صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرها برفقته. عم تتهافت العروض التمثيلية من منتجين وجهات عديدة على الفنان اللبناني الشامي مروان خوري للمشاركة بأدوار تمثيلية عربية مختلفة. بعد توقيعه أو غنائه أكثر من تتر عم نتابعه هيدي السنة من خلال مسلسلات رمضان، منها تشيلو، 24 إيرات، قلبي دق، وقابل للكسر. وعلمنا أنه خوري أعلن عن استعداده لخوض غمار التمثيل بمقابل شرط واحد، وهو أنه يجسد شخصيته الحقيقية بالحياة، أي أنه يكون الموسيقى والمغني. وافق الفنان اللبناني وليد توفيق على تحويل حياته إلى فيلم سينمائي بيستعرض فيه أهم المراحل الفنية والشخصية اللي شكلت محاور انتقالية بمسيرته. على صعيد آخر صور توفيق أغنية وطنية عن طرابلس بعنوان طرابلس يأم النور من ألحانه كلمات نزار فرانسيس، وصور معظم مشاهدها مع المخرج وليد نصيف، إشارة إلى أنه ألبوم وليد توفيق سيصدر من إنتاج شركة لايف ستايل وعالم الفن. دخلت يمنى بنت الرئيس الشهيد بشير جميل القفص الذهبي مع شريك حياتها روجيه زكار بإحدى الكنائس بمنطقة برمانة. عروس بفستانها الأبيض من منزل العائلة بمنطقة بكفية، واللافت إنه جميل استعانت بسيارة والدها الرئيس الشهيد بشير جميل وهي من نوع هوندا أكورد موديل 1982 للانتقال إلى الكنيسة. يذكر إنه المرة الأخيرة اللي قاد فيها رئيس الجمهورية الراحل بشير جميل هيدي السيارة كانت أثناء انتخابه رئيساً للجمهورية ب 23 آب من العام 1982. ولهون منكون وصلنا أعزائي المشاهدين لختام نشرتنا، ملتقانا الأسبوع المقبل بالوقت ذاته، فكونوا كتار على الموعد. من هلا لوقتها إلكن مني أنا بشير شقير وفريق عمل برنامج أطيب التحيات. إلى اللقاء.